احلى الكوتش اللي قريته بحياتي بعتبره ريفرنس لي، يعني كنت معلقه فوق تخت. شو بيقول؟ من كتاب اسمه الكسل سر النجاح، بتقول لقد نجح الذي عاش حياته بكل معنى الكلمه. كيف؟ وضحك كثيرا واحب كثيرا وحظي بثقه النساء الصافيه قلوبهن. يعني اللي بيقدر يوصل للنساء توثق فيه هذا لحاله جزء من النجاح. وبحب الاطفال الصغار واللي الاولاد بتحبه، وباحترام الرجال الاذكياء. والذي ملأ مكانه واتم مهمته وترك الدنيا افضل مما وجدها. بعدين في جمله رائعه بتقول والذي تاثر دوما بجمال الارض. يعني ما ياخذ انسان ولا شيء حلو فور جرانتد، يشوف الجمال بابنه، بلوحه، بغنيه، بالعلم، بالدين، بالارض. الذي تاثر دوما بجمال الارض. الشرط الثاني ولم يفشل في التعبير عن هذا الجمال، يعني شوفه وحسه واحكي فيه وعبر عنه. والذي كانت حياته مصدرا للإلهام. وآخر جملة اللي هي يعني أروعه وذكراه نعمة. هيدا هو النجاح.